يعني من ألطف الحاجات اللي في الصيف هي الأجازات والبحر، وإنك كده تبقى قاعد بتشوف في مهرجانات، ويمكن الممشى السياحي في مدينة العالمين اللي طوله 7 كيلومتر، في مطاعم وكافيتريات ومولات تجارية، كمان حارات للدرجات، في كمان بحيرة صناعية. كل ده هنشوفه مع بعض في التقرير اللي جاي. صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. أنا موجود دلوقتي على الكورنيش الخاص بالعالمين الجديدة ومن أمام الأبراج، وعلى يميني في الشواطئ الخاصة بالعالمين الجديدة، وعلى شمالي في مارينا العالمين، وفي ظهري كده منطقة ترفيهية وكل الأطفال بيلعبوا والعائلات موجودة علشان تستمتع بأوقاتها المختلفة وتستمتع بجمال الشواطئ وجمال الكورنيش. الحقيقة إنه العالمين الجديدة ليها طابع خاص. خدنا آراء الناس وشفنا يا ترى العالمين الجديدة اتغيرت إزاي، وخدنا كمان آراءهم فكرة الكورنيش في حد ذاته شكله اتطور ازاي. دلوقتي هنتابع مع بعض تفاصيل الكورنيش، وهنشوف كمان ايه هي اللي بيحصل على الكورنيش، والناس رايها ايه في الكورنيش سواء الموجودين في العالمين او حتى الزوار اللي جم العالمين. من اهم الانشطه لاي حد بيصيف في مدن ساحليه يحب يعملها انه يتمشى على البحر، وعشان يزيد استمتاعه ووقته بيحتاج لمكان منظم وشكله جميل يتحرك فيه براحته هو واصحابه او هو وعيلته. مدينه العالمين الجديده استقبلت زوارها بتجهيز وترتيب ممشى سياحي جديد بطول 14 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله، كل اسبوع احسن من الاول. العالمين اتغيرت والله، احنا بتوه نوصلوا بيتنا من التغيير اللي كل يوم ده. ما شاء الله ما شاء الله، العالمين بات بحاجه تاني، مبسوطين من المكان خالص، ولو في تقدم قامت يعني. فالناس مبسوطه قوي بالعالمين الجديده، العرب والاسكندرانيين والمصريين والليبيين والسعوديين، كل الناس بتيجي هنا، يعني مصر بقت حاجه تانية خالص. الممشى بيضم خدمات لكل الرواد، بدايه من اماكن للجلوس ومظلات تحمي الزوار من اشعه الشمس، بالاضافه كمان لمقاهي ومطاعم صغيره لتوفير المشروبات والاطعمه. كمان الممشى بيوفر اماكن ترفيهيه للكبار والصغار، وبيسمح بلعب الاطفال في مكان امن ليهم. والله انا سمعت على العالمين قبل ما اجي، بس لما جيت شفت حاجات انبهرت بيها اكتر من اللي انا سمعته. يعني مثلا الواحد بيفك من ضغط الدراسه وكده، بيجي هنا يعني يفك وكده، يعني بنتمشى نقعد نشرب حاجه، بتبقى الدنيا لذيذه يعني. لا الكورنيش جميل بصراحه، ويعني لما الواحد بيتمشى عليه كده بيغير جو وبيحس بشعور مختلف يعني كده شويه. المكان شكله جميل جدا والله، جميل روعه ومتاح للناس كلها، اهوت الناس تيجي تتفرج وتشوف. الممشى السياحي بيعتبر جزء من خطة متكاملة لمدينة العالمين اللي تحولت من مدينة ساحلية محلية إلى مدينة سياحية عالمية، بتستقبل كل الزوار وكل فئات المجتمع من مصريين وأجانب من كل دول العالم.